طيب، إن شاء الله محاضرة اليوم حتكون عن شابتر 2، وشابتر 2 كنا قد بدأنا بالمحاضرة في المرة السابقة، ومهدنا إيش أهمية الراندوم variables. فخلينا نبدأ. طبعاً الراندوم variables and probability distributions حيكون هو شابتر 2. خلينا نبدأ نذكركم بإيش أهمية الراندوم فاريبل، وبعدين إن شاء الله نبدأ بإكزامبل. بالراندوم فاريبل قلنا مثلا لو كان عندي اللي هو إكسبيرمنت، وبهذا الإكسبيرمنت بتحاول إنك تأخذ معلومات معينة أنت مهتم فيها. فمثلا لو كان عندك experiment of flipping a coin 3 times or experiment of flipping a coin 1 time, let's say, what are the possible outcomes? قلنا the possible outcomes اللي هو sample space هو حيكون the possible outcomes مثلا head أو tail. هذا sample space. لو انت بدك تكرر هذا الاكسبيرمنت اوكي 3 times ومهتم بعدد التيلز، مثلا عدد التيلز، اذا الاكسبيرمنت الثانيه انه يو ريبيت ذا اكسبيرمنت اوف فليبنج ا كوين 3 تايمز، فالنيو سامبل سبيس هو حيكون عندك او فور 2 تايمز، ليتس سي 2 تايمز اف يو فليب ات، عندك تيل مثلا tail head tail and head. هذه البوسيبل اوتكمز. لو كان عندك probability of observing a head مثلا يساوي نص، تمام، وانت عرفت random variable جديد. طبعا كلنا اشتغلنا على sample space والevents والامور هذه، وتعلمنا disjoint والunion وكل شيء. الان لا، بدنا نتعلم شيء جديد اللي هو define random variable x. طب شو هذا random variable؟ هو represent number of heads observed in the two trails. إذا أنت هون صار اهتمامك، جل اهتمامك مش في الـ possible outcomes، بينما قديش في هيد في كل outcome. إذا قديش بسأل عن number، قديش في هيد في كل outcome. فإحنا كلنا المرة اللي فاتت إنه لو جيت أنت رسمت هاي السامبل سبيس تاعك في tail head وهيد tail وهيد head، هذه الـ possible outcomes اللي هو number of. إذا x شو الـ possible numbers لـ x؟ كداش number of heads في هذا الـ outcome؟ زيرو. كداش number of heads في هذا الـ outcome؟ واحد. وهذا واحد. طب وهذا اثنين. إذا الـ possible numbers اللي ممكن تحصل عليها إنه يا زيرو head يا one يا two. لو رحت على خط الأعداد أنت ورسمته وعرفت هذا الـ random variable x وحطيت الـ possible values صفر واحد اثنين، فإذا هو الراندوم variable هو mapping kind of mapping، تمام، kind of mapping من sample space إلى خط الأعداد. فلاحظ إنه هذا الايفنت أو الاوتكم mapped by x لخط الأعداد. بنفس الشيء هذول المجموعة اللي هو event فيهم one hit number of hits one mapped وين؟ برضو لا خط الأعداد هون. يعني هون هذا corresponds to tail هذا corresponds to tail head و head tail، هذا 2 corresponds to head map to head. طيب إذا كل هذا هو random variable، it makes a mapping between the sample space and. طيب لو جينا اطلعنا على بعدين بعد ما انت عملت مابينج صار عندك الايفنتس هذول او الاوتكمز تحولوا الى نمبرز باستخدام الراندوم فاريبل اكس. طيب لو جيت انت قلت طيب ايش احتمال اوف هافينج اكس ايكوال 0؟ هذا يساوي
إذا أنت بدك ترجع لسامبل سبيس إنك تحصل على زيرو. كيف تحصل على زيرو؟ تحصل عليه إذا كان عندك أوكي الأوتكمز تساوي تيل تيل بس. طيب قلنا إيش احتمال having تيل تيل؟ طيب قلنا هذا التيل تيل since you are doing successive experiments and they are independent ف probability of having tail tail هي نفسها probability of having tail multiplied for with the probability of having tail. فقديش probability of having tail؟ احنا قلنا انه probability of head تساوي نص. اذا قديش probability of tail؟ برضو نص. اذا تساوي نص ضرب نص ويساوي واحد على اربعة. باجي بحطه انا قلت انا على خط على هذا بعمل representation للprobability اللي هي probability of x equal 0 وتساوي 4 1 على 4. نفس الشيء لو جيت قلت انا probability of having x equal 1 شو تساوي هاي من السامبلز بس برجع بطلع ال1 من وين جاي من هذا الايفنت من هذا الايفنت اذا probability of having head tail or tail head. طيب لانه هذول disjoint mutually exclusive التيل هيد لحال والهيد تيل لحال they are mutually exclusive ما في any kind of intersection بقدر اقول هو summation union هذا or هذا or اذا هذه تساوي probability of having head tail زائد probability of having tail head. طبعا ما في intersection بينهم ما بطرح الانترسكشن. طبعا هو يساوي 2 multiplied قلنا هذا independent عن هذا اذا هو 2 multiplied for probability of head مضروب في probability of having tail ويساوي 2 على ربع او 2 ضرب نص ضرب نص ويساوي 2 على 4. اذا بعملها representation هون probability of x equal 1 هي 2 على 4 بضل عندي اللي هو probability of having 2 probability of having x2 هي عبارة عن ايش هي عبارة عن هذا الoutcome وهذا هو نص نص بيعطيني برضو ربع. إذا هذا اللي طلع معي الرسم اللي طلعت معي هون خليني أنا أرسمها على جنب. قلنا أنا ملي random variable من tail tail و tail head the possible outcomes و head tail و head head أعمل لي kind of mapping على خط الأعداد اللي هو قلنا x represent number of heads. طيب شو البوسيبل هيدز قلنا اما صفر او واحد او اثنين. طيب ايش احتمال اوف هافينج طبعا هذا اكس اللي عملها اللي عمل المابينج لخط الاعداد هو اكس الراندوم فاريبل اكس اللي عرفته. طيب شو احتمال اوف هافينج اكس ايكوال زيرو قلنا ربع وهذا اثنين على اربعة وهذا برضه ربع. فهذا اللي طلع امامكم الرسم اللي طلعت امامكم هذا بدي اسميها probability mass function probability mass function وبنرمز له BMF وهذا الحكي تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة وبنكتبه in terms of probability of x capital تساوي x small وقلنا هذا الـ X capital indicates the name of the random variable of random variable. هذا الـ X small represents value of random variable اللي هي it may be 0, 1 or 2 or 3 or 4 whatever. ويمكن المرة اللي فاتت كمان قلنا إنه we can notice that okay in summation of probability of x capital تساوي x small over all possible x لازم تساوي واحد
كيف بنثبته هذا؟ هاي عندي ربع زائد 2 على 4 زائد 1 على 4 يساوي 1، وهذا بخصائص. ليش؟ لأنه كل الأوتكمز الموجودة بالسامبل سبيس مابد using the random variable. إذن الاحتمالات قلنا probability of S يساوي 1، فمجموع الاحتمالات برضو للراندوم variable لازم تساوي 1. هاي أول خاصية المرة اللي فاتت شفناها. 2 إنه probability of X equal X small always non-negative، ما في عندي احتمال negative. هذا اللي هو توصلنا له للمرة اللي فاتت. خلينا نأخذ example. الexample بيقول example الexample بيحكي a chance experiment. A chance experiment has two possible outcomes. Two possible outcomes. طيب اللي هم a success with probability with the probability 1/3. Okay, define the random variable X or R, let's say, random variable R capital, to represents, okay, the number of success, the number of success observed in three chance trials or three trials. Okay. أول حاجة بدنا إياها واحد find the sample space. Find a sample space. Okay. Name possible values of R, random variable. تمام. خلينا مع بعض نشوف شو الـ sample space. الحل مع بعض. إيش الـ S هون؟ Find the sample space. إذا بقول لك عنده trial، شو trial اللي بتحكي؟ هي chance. تيجي مثلا بدك تسحب في لعبة الدب أو chance، أو إنك تشتري شيء بيربح. مثلا تشتري آيس كريم العود عليه بيكون مكتوب ربحا. فأنت كأنك تشتري حبة موزة عليها ربحة مثلاً على العود. فشو possible outcomes؟ إنه you success، إنه يعني تربح أو ما بتربح. فإذا ال one trial فيها possible outcomes success or fail. طيب إذا كررتها مرة أخرى ممكن إن تكون الأولى success والثانية success أو fail. ممكن تكون الأولى success، الثانية success، الثالثة success أو fail، تربح. نفس الشيء لكل الحالات. إذا شو السامبل سبيس هون عندي؟ ممكن يكون عندك فيل فيل فيل، ثلاث مرات تشتري آيس كريم وما تربح ولا شيء. ممكن يكون سكسس فيل فيل، ممكن يكون فيل سكسس فيل، ممكن يكون فيل فيل سكسس، ممكن يكون سكسس سكسس فيل، ممكن يكون success fail success أو fail بعدين success success أو كل حلقة ثلاث trials تربح أو three trials تربح. إذن هذا هو sample space.
لا 3 trials. انت you repeat the trial 3 times. طيب عرف هنا الراندوم فاريبل ار. شو الراندوم فاريبل ار؟ بيقول الراندوم فاريبل ار represents the number of success observed in 3 trials. في 3 trials شو number of success؟ هنا كم number of success؟ 0. هنا كم؟ 1. هنا 1. هنا number of success 1. هنا number of success 1. هنا number of success 1. هون sorry 2. 2. نعم 2. هون 2. هون 3 times. إذا شو البوسيبل فاليوز لآر؟ إما 0 أو 1 أو 2. هل في بوسيبل نمبر other than these 3 0 1 2؟ ما في. إذا البوسيبل فاليوز لا دكتور 0 1 2. أوكي دكتور في 3 أنا غلطان 1 نعم و 3 صحيح نعم 0 1 3 ما حطينا 3 أوكي zero, one, two, and three times you success. نعم. الآن هذا possible values for R. إذن لخص شو اشتغلناه. قلنا عند trial sample space فيها هما fail. Okay. أو خلينا نضبطها أكثر. هاي sample space في عندي fail, success, fail, success, أو fail, success, fail, أو fail, success, وفي عندي success, fail, success, fail, success, or fail, success, one, success. وعندي random variable R سميته أو X whatever R capital كل random variable بيعمل kind of mapping. شو المابينج؟ لا 0 أو 1 أو 2 أو 3. لاحظ مثلا هاي أنا هذه map to where map to 3 هذول المجموعة mapped to 2 هذول المجموعة single success map to one وهذا ال single outcome map to zero. إذا random variable R بيعمل kind of mapping من sample space إلى خط الأعداد. الآن خلينا نكمل three find probability of R equal 0. طيب تعالوا مع بعض نفس ما عملنا قبل شوي بالإكزامبل السريع نعمله مرة واحدة. probability of R equal 0 لو رجعت للسامبل سبيس وريبريزنتس of R sorry وريبريزنتس أي outcome 0 من وين جاي؟ من fail وprobability إذن of fail. طيب هذول لأنهم من 3 trials and they are independent إذن باخذ مضروبهم. إذن probability of fail probability of fail لأنه independent trials. طب كده probability of fail تعالوا نشوف هنا success probability 1/3 إذن كم probability of fail إذن تساوي probability of fail هي 1 ناقص 12 probability of success مضروبة 3 مرات إذا to the power 3 ويساوي 2 على 3 to the power 3 وتساوي 8 على 27 أوكي 8 على 27 طبعا هذه الفاليو هي represents the mass of fail in the sample space هذه represents هذه الفاليو represent the mass of 0 اللي هي corresponds to fail in the sample space. فهيك هنسميهم لما نرسم الآن probability mass function for
the probability of R equal 1. طيب the probability of R equal 1 من وين جاي ال R equal 1؟ جاية من هذول الايفنتس، هذول من هذا الايفنت اللي هو في 3 outcomes اللي هو يساوي probability of S F F or F S S sorry F F S و F S F مظبوط. طيب هذول لانهم disjoint كل واحد منهم هذا لا يتقاطع مع هذا لا يتقاطع مع هذا، اذا هي طبعا هذه or S F F or F F S or F S F، اذا هي union وما في تقاطع بينهم، اذا هو يساوي مجموعهم صح، يساوي probability of S F F زائد probability of F S F زائد probability of F F S. طيب نكمل، وقلنا هلا جوا الاوتكم هذا they are repeated trials independent، اذا باخذ مضروبهم وهذه هي نفسها هذه نفس قيمة هذه نفس قيمة هذه، اذا بضرب ثلاثة في probability of F two times، two times يعني تربيعهم في probability of S ويساوي 3. كم probability of fail؟ probability of fail هي 2 على 3 تربيع في probability of S اللي 1 على 3 ويساوي 3 ضرب 4 12 على 20 27. إذا هي 12 على 27 هي represents the mass of R equal 1 اللي هي corresponds to this event، هذا هذا mass of this event in the sample space. نفس الشيء لو كملنا probability of R equal to هذا مطلوب 5 equal to نفس الشيء حتصير عندي هي probability of F S S جاية من F S S أو S F S أو S S F. نفس الشيء قبل شوي قلنا إنه they are disjoint بقدر أجمعهم، لأنه كل واحد منهم independent عن الثاني برضو بضرب داخلهم، إذا هو عندي عبارة عن ثلاثة في probability of S two times إذا تربيعها تربيعها، وعندي failure one time ويساوي 3 ضرب ثلث تربيع ضرب 2 على 3 ويساوي كم يساوي هيك؟ يساوي 6 على 27، آخر شيء مطلوب 6، بدي probability of having R equal R equal اللي هو 3. هذه جاي من السامبل سبيس عبارة عن success success success، وهذا يساوي probability of success مضروبة ثلاث مرات، إذا success قلنا هو ثلث to the power 3 واحد على 27. الآن مطلوب السابع مثلا إيش probability of R equal 4؟ مثلا probability of R equal 4، هل ال R equal 4 إلى أي mapping من sample space؟ هل في أي event أو outcome بال sample space mapped to R equal 4؟ ما في، ما في أي event بال sample space أو أي outcome mapped to number 4، إذا probability of find nothing 0. إذا هذه تساوي تساوي 0.
ونفسها لو بدك مثلا probability of r equal minus 1 نفسها 0. اي رقم ثاني مش mapped باستخدام الراندوم variable ما في له corresponding outcome single outcome موجود بالسامبل سبيس البروبابيلتي بتاعته صفر. لو جينا على 8 مثلا مطلوب 8 determine the probability mass function determine the probability mass function the probability mass function اللي هو بنرمز له BMF وبنكتبه الديفينشن تاعه اللي هو probability of R capital تساوي R small for all possible R small وهذا يساوي شو البوسيبل فالوز لR small R تساوي صفر أو R تساوي واحد أو R تساوي اثنين أو R تساوي ثلاث determine and plot the probability mass function. طيب أوجدناها probability of R equal R zero كم؟ هاي اللي هي 8 على 27 و R equal 1 برضو أوجدناها اللي هي 12 على 27 و R probability of R capital equal R 2 اللي هي 6 على 27 و R equal 3 1 على 27 و otherwise otherwise لازم نحط ال otherwise هذا يعني خارج هذه النقاط شو البروبابيلتي قلنا تساوي زيرو. طيب انا نشوف هل هذا valid probability mass function is this a valid probability mass function او قبل is this a valid probability mass function بقولنا انا plot حتى اعمل له plot باجي برسم هاي خط الاعداد هاي r البوسيبل فاليوز فور ار 0 1 2 3 وبتعمل ريبريزنتيشن لهذه القيم الريبريزنتيشن 0 كم ريبريزنتيشن تاعها 8 على 27 ال1 12 على 27 طبعا بعمل ريبريزنتيشن بخط 12 على 27 2 6 على 27 3 1 على 27 هون 0 هون 0 كله 0 كله ما تبقى 0 يعني لو بدي مثلا probability of r equal minus 1 كلنا 0 إذا هاي البلوت اللي هو هذا represent the probability mass function اللي هو probability of r equal r small هذا اللي رسمناه هو probability mass function قلنا ال R capital represents the random variable name وهذا ال R small represents the values شو هم ال values 0 1 2 3 اول conclusion بدنا ان نستنتجها is this a valid probability mass function حتى افحص انه valid probability mass function أول حاجة لازم نتأكد منه واحد إنه the probability of R equal R non-negative طبعا زي ما تشابهين كلهم non-negative they are positive zero or positive اثنين summation of probabilities لازم تساوي واحد over R تعالوا نجمعهم 8 على 27 زائد 12 على 27 زائد 6 على 27 زائد 1 على 27 يساوي 27 على 27 ويساوي 1 إذا this is a valid probability mass function إذا كيف نفحص ال valid probability mass function لازم يكونوا non-negative ومجموعهم يساوي 1 هذول الشرطين لازم يتحققوا في الـ probability mass function مهمات جدا. طيب
على اللي هو cumulative function آخر اللي هو cumulative بيساعدني في تحليل ال random variable والexperiment اللي أمامي cumulative distribution cumulative distribution function ونرمز له CDF cumulative distribution function. شو بحكي الـ cumulative distribution function definition. definition إله نرمز له أول شيء الرمز تاعه F R subscript وجوا الارجومنت R small تساوي أوكي أو نرمز له خلينا على X in general F X capital هون to indicate the random variable name وتجوا X small argument الديفينشن تاعه يساوي هو بالبروبيلتي وايز probability of X capital random variable X يساوي or sorry less than or equal X small هذا هو الديفينشن له طبعا شو الفاليوز لX طبعا X all possible values لX من minus infinity ل infinity هذا هو الديفينشن للراندوم الكوميونيتيف ديستريبيوشن فانكشن اذا هون هذا انديكيتس راندوم فاريبل وهذا اللي جوا الارجومنت هي عباره عن فاليو هذا الايكوفالنسي له راندوم فاريبل وهذا ايش الفاليو هذا هو الكوميونيتيف ديستريبيوشن فانكشن طيب خلينا نكمل على السؤال السابق بعد ما اخذنا الديفينشن ونشوف كيف نطبقه على السؤال المعنى السؤال السابق كانت عندنا probability mass function أوجدناها الآن بيقول لي find مثلاً okay find okay find let's say r f r of minus one طبعاً هذا رقمها مثلاً إذا بتحبوا تسعة بالأرقام اللي هو find على نفس السؤال find if r equal minus 1 طيب حسب التعريف على طول على الديفينشن if r of minus 1 تساوي probability of r capital less than or equal minus 1 طيب حتى نذكركم هاي الراندوم فاريبل اللي اوجدناه المره اللي فاتت لما نذكركم نرجع عليه هاي r هو بيسالني عند الماينس 1 هون طيب شو البروبابيلتي للR less than minus 1 0 0 مزبوط اذا تساوي 0 10 find FR of 0.5 تعال نشوف وين 0.5 هون 0.5 هون R equal 0.5 طيب شو probability for r capital less than 0.5 هي probability of r equal 0 فقط مش عندي الا الصفر اذا هذه تساوي probability of r less than 0.5 ومن البي ام اف اللي احنا عملناها ما في عندي الا probability of r equal 0 هذه اللي هون اذا وي يساوي probability of r equal 0 كم قيمتها قيمتها 8 على 27 8 على 27 11 مطلوب 11 find FR of 1.7 وfind مثلا FR of 1.9 عطول على الديفينشن اف ار اوف 1.7 تمام مؤمن هلا متاكد اف ار اوف 1.7 تساوي على الديفينشن probability of r capital less than 1.7 تعالوا نرجع نشوف وين ال 1.7 هاي ال 1.7 هاي ال 1.7
طيب شو شو مجموع الاحتمالات اللي r less than 0.7 تساوي probability of r equal 1 probability of r equal 0. اذا تساوي probability of r equal 1 زائد تشمل probability of r equal 0 هذه تساوي 8 او 12 على 27 زائد 8 على 27 ويساوي 20 على 27. صحيح مؤمن؟ اذا 20 على 27 لاحظوا انه it accumulates عشان هيك بنسميه cumulative. it accumulates. طلع هون بلش 8 على 27 هون زاد ف accumulate a new value. طيب لو اخذنا مثلا fr of 1.9 نفس هاي fr of 1.9 نفسها هي هون اذا نفسها نفس القيمه بتطلع كم 20 على 27. طيب اذا هون خلينا نستنتج استنتاج انه لاحظ البروبابيلتي وانت بتمشي على خط الاعداد من الشمال لليمين مستحيل الاكوميوليتيف فاليو او سي دي اف فاليو تنقص ما بتنقص. اذا نطلع بنتيجه سي دي اف بروبرتي سميها انه f x in general of x1 less than or equal f x of x2 if x1 less than x2. يعني وانت بتمشي على خط الاعداد من الشمال لليمين ال value for the cumulative distribution function is increasing. اذا CDF is increasing function is increasing function. Okay, is an increasing function. CDF زي ما شايفين هنا هو increasing function. يزداد مع ازدياد x. إذا ما ازداد بيثبت. يعني إما equal أو بيرتفع أو قيمته بتزداد. وهذا اللي شفناه هاي 8-27 20 على 27 هون ثبت 20 على 27 طبعا الفاليوز بتزيد هون 0.5 هون 1.7 هون 1.9 فبنشوف انه increasing function. هاي اول خاصيه سوري هاي اول خاصيه للسي دي اف function. خلينا نكمل 12 find f r of 0. طيب قديش قيمة الـ FR of 0 وأوجد كمان مع حبيبتي FR of 0 plus وأوجد لي كمان FR of 0 minus. طيب مع بعض FR of 0 حسب الـ definition هي probability of R less than الـ value هاي 0. أوكي؟ وتساوي تعال نشوف شو probability of r less than 0. هاي 0 انت هون احنا واقفين هون اوكي probability of r less than or equal to 0 هي تساوي probability of r equal 0 تساوي probability of r equal 0 كم تساوي 8 على 27. طيب تعال نشوف fr 0 plus شو يعني fr 0 plus من النهايات اللي درستوها انتو في الكالكولاس بقدر اكتبها as a limit of fr okay of 0 زائد epsilon. epsilon هو number صغير جدا 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 يقول الى الزيرو قيمته يعني صغير جدا جدا بس من وين قيمته بوزيتيف وبوزيتيف ويقول الى الزيرو يعني كأنك بتصل للزيرو هاي الزيرو كأنك بتيجي من هون بتصله من الرايت تمام وهو يساوي probability of r less than 0 نفسها اوكي بلس ويساوي نفس الشيء 8 على 27. طب if r of 0 minus نفس الليمت باخذ of if r 0 هالمره بطرح epsilon رقم صغير جدا متناهي بيصل الى الزيرو
بيقترب من الزيرو، بس من وين؟ من الشمال. ونفسه probability of r less than zero، يعني انت هاي الصفر تقترب عليه قاعد من وين؟ من الشمال. ونفسه probability of r less than zero ويساوي كم؟ نرجع نطلع هاي، انا بقترب من هون بس ما وصلت الصفر، كديش probability؟ يساوي zero. هون 8 على 27، هون 8 على 27. إذا هذا بيخلينا نستنتج خاصية للـ CDF. CDF Commutative Distribution Function Property. شو بتقول Commutative Distribution Property؟ إنه It is right continuous. CDF is right continuous. Continuous CDF is continuous from right، من اليمين. يعني if r او if x، خلينا in general if x of 0 sorry zero x x plus تساوي if x of x نفسها. لاحظ انه في عندي discontinuity، طلعوا عندي discontinuity، من الشمال قيمته 0 CDF، من اليمين قيمته 8 على 27، اذا مش continuous بس هو continuous من اليمين. ليش؟ من اليمين هي يساوي نفس الفاليو، من الشمال عندي discontinuity بين الشمال واليمين. اذا هذه خاصيه من خصائص CDF. اوكي، خاصيه من خصائص CDF. وطبعا قلنا FR of X plus هي نفسها FR أو كتبناها الآن. أوكي، هاي خاصية من خصائص CDF. طبعا هذول الخصائص إذا بتحب تطلع عليهم تقدر تشوفهم هون، ندرس CDF هم موجودات عندك بالمانيوال، ولكن إحنا هون بنركز عليهم أكثر. هاي هاي الخاصية الآن درسناها، إنه increasing non-decreasing function. CDF is non-decreasing function، الخاصية الأولى اللي درسناها. الخاصية الثانية الـ function is continuous from the right، الـ continuity of the CDF. وهذا اللي هو الـ commutative distribution function definition اللي درسناه إحنا so far. هذا هو الـ commutative distribution function اللي درسناه so far. باقي عندنا الخاصية هذه والخاصية هذه والخاصية هذه الآن بندرسهم. باقي عندنا هذا طبعا properties of the CDF ندرس فيهم باستخدام الاكزامبل. نكمل 13 find if r1 find if r واحد من اليمين وفايند اف ار واحد من الشمال. واحدة واحدة، اف ار واحد هي حسب الديفيجن probability of r capital less than or equal واحد. طبعا من البي دي اف هي الواحد، انا عندي الواحد equal داخل الواحد يساوي هذه زائد هذه، مش r less than بجمعهم. اذا يساوي probability of r equal 1 زائد probability of r equal 0 فقط، otherwise is 0. اذا يساوي، او ممكن تطلع عليهم من هون، من هون انت عند الواحد r less than 1 تجمع هاي زائد هاي اللي هي تساوي 8 على 27 زائد 12 على 27 ويساوي 20 على 27. طيب what about if r 1 بس من اليمين؟ قلنا is continuous، هاي من خصائص البي دي اف، هي continuous من اليمين. اذا هو يساوي برضه اف ار الواحد ويساوي 20 على 27. طيب اف ار اوف واحد بس من الشمال حسب الديفينشن هي probability of r less than 1. طيب probability of r less than 1 وين موقعها هون؟ فقط هذه، لانه الار مش داخل، هي ار ايكوال 1 بس إذا R less than 1 إذا فقط باخذ 8 على 27. إذا ويساوي probability of R equal 0
ويساوي 8 على 27. لاحظ الجمب في discontinuity هون. متى بيكون الفانكشن continuous؟ بس هيك على الهامش، متى بيكون الفانكشن continuous؟ إذا كان if r of 0 plus أو 1 plus تساوي if r of 1 minus. بس لا تساوي إذا there is discontinuity. There is discontinuity. طيب اللي بعده find 14 find أو نكتبها هون أربعتاش find fr of infinity و fr of minus infinity. طيب تعال نشوف fr r of infinity من الديفينشن هي probability of r less than or equal infinity. اللي هي probability of r equal infinity شو بتتوقع تساوي؟ شو جميعهم. نعم اللي هي تساوي مجموعهم جميعهم مجموعهم جميعهم. نرجع نطلع على البي دي اف. انا هون انا موقعي هون probability of r less than infinity تشمل 3 وال 2 وال 1 وال 0. إذن what's our probability of r equal 3 زائد probability of r equal 2 زائد probability of r equal 1 زائد probability of r equal 0 ويساوي 1 على 27 زائد 6 على 27 زائد 12 على 27 زائد 8 على 27 ويساوي 27 على 27 ويساوي 1. طيب if r of minus infinity وين ال minus infinity؟ وين ال minus infinity؟ هون خلف الزيرو صح؟ خلف الزيرو. إذا هي نفسها probability of r less than zero خلف الزيرو هيك. طب شو الاحتمال less than zero يساوي zero؟ ما في أي random variable value موجودة أقل من صفر. إذا يساوي صفر. إذا CDF properties نضيف على CDF properties شو هي CDF property؟ إنه if r of infinity دائما تساوي واحد و if r of minus infinity دائما تساوي zero. هاي خصائص للCDF اللي شفناهم listed in your notebook. Okay؟ هاي هذه already شفناها، هذه already شفناها، هذه already شفناها، هذه already شفناها. ضايل عندي طبعا وهذا بما انه من الماينس انفينيتي قيمته صفر وبالانفينيتي قيمته واحد. اذا دائما السي دي اف ينحصر بين الصفر والواحد. هذا تحصيل حاصل انه دائما السي دي اف ينحصر بين الزيرو والواحد. مطلوب 15 find and plot the CDF for the random variable r. طبعا احنا already اوجدناهم جميعهم بدنا نوجدهم، نقدر نوجدهم مرة اخرى. خلينا نوجدهم مرة اخرى. طيب نوجدهم مرة اخرى. اذا find 14 15 find and plot the CDF. نقدر نوجده او اوريدي احنا اوجدناه. اذا اول شيء هي البي ام اف عندي كلها عند الصفر معرف، عند الواحد 2، عند 3 له قيمه، وهي القيمه تساوي 12 على 27، هذه تساوي 8 12 6 1 1 على 27 6 على 27 12 على 27 8 على 27. هذا اللي هو probability of r equal r.
البي سي البروبابيليتي ماس فانكشن هذا بنعرفه. على نفس الشيء بدي اوجد ال سي دي اف. طيب السي دي اف كيف بدي اوجده؟ بدي اخذ عند نقاط المفصليه، بدي اخذ عند النقاط المفصليه. اذا اف ار بكتبه اوف ار يساوي النقاط المفصليه انه ار ليس ذان 0 وبين ار 0 و1 وبين ار 2 و1 وبين ار 3 و1 وار اكبر من 3. هذه الفاليوز اللي لازم انا اخذها قيمه السي دي اف لازم اخذها على كل الرينج الموجود امامك. بصير ترانزيشن بين الصفر واحد باخذ بين الصفر واحد، ترانزيشن عند اثنين باخذ ترانزيشن وهكذا. اذا لو جيت قلت مثلا اف ار اوف 0 ماينس اللي هي probability of r less than 0 صح؟ شو تساوي قلنا؟ probability of r less than 0 من ال PDF تساوي صفر. طب if r الواحد الصفر اللي هي probability of r less than 0 حسب الديفينشن شو تساوي؟ 8 على 27. هلا عند الصفر مثلا لو اخذنا if r of 1.5 او بضل لي ماشي لعند الواحد ماينس عند الواحد من هون بضل لي ماشي هل بيتغير؟ تعالوا نشوف probability of r less than 1 شو تساوي؟ هي نفسها probability of r equal 0 وتساوي 8 على 27. اذا قيمه السي دي اف ظلت ثابته لوين؟ هون حطينا صفر ظلت ثابته بين الصفر لعند الواحد. هل الواحد داخل؟ هل الواحد داخل؟ لا. اذا بحط الايكوفالنت بس عند الصفر صفر ايكوال. طيب تعالوا نجرب الانترفال الثاني. الانترفال الثاني بتبلش من عند اف ار 1 اللي هو probability of r less than or equal 1. شو تساوي probability of r less than 1؟ 8 على 27 زائد 12 على 27 اللي هي 20 على 27. لوين بضل مكمل معي هاي؟ لعند اف ار اوف 2 ماينس من الشمال وهي probability of r less than 2 نفسها 20 على 27. اذا هذه بضلها 20 على 27. خلينا بس نظبطهم 8 على 27 20 على 27. طيب هاي الانترفل وين احط الايكوفالنسي؟ من وين لوين هاي الايكوال؟ احطه على r less than equal 1 ولا less than equal 2؟ قلنا لعند اثنين مش بارد. كيف؟ تعال نجرب. هاي اف ار اثنين probability of r less than or equal 2 دخل عندي هون قيمة التو هاي دخلت. اذا هي accumulated 20 على 27 القيمة السابقة هاي زائد جديد اللي هي 6 على 27 ويساوي 20 26 على 27. اذا هون عندي 20 26 على 27. وين احط الايكوال؟ عند الار ايكوال 2. 3 ما بتدخل ليش؟ تعالوا نجرب اف ار اوف 3 ماينس تساوي probability of r less than 3 هي نفسها اف ار 2 وتساوي 20 26 على 27. اذا الار ما بحط انا يساوي ما بحط. طيب تعالوا نروح على الاف ار 3 اللي هي probability of r less than or equal 3. هون accumulated عشان نقول accumulative ضافت ال 26 على 27. شو ضفت لها؟ 1 على 27 زائد 1 على 27 ويساوي 27 على 27 ويساوي 1. طيب تعال نشوف اف ار اوف 3.5 نفسها اف ار اوف 3. ليش؟ لانه ما في عندي فاليوز اذا بتضلها نفسها 1. اف ار اوف انفينيتي 1 اذا هون بحط 1 وبحط الايكوال عند الثلاث. لاحظوا انه continuous from the right. continuous from the right. تمام؟ انا بحط الايكوال فقط على الرايت، ما بحطها على الليفت لانها مش valid. طيب حتى ارسمه الان، hopefully انه clear، حتى ارسمه. خلينا ارسمه على نفس الرسمه.
بدي ارسمه نفس الشيء. ارسم السي دي اف اي ار اي زيرو اي واحد اي اثنين اي ثلاثة. تعال نرسمه، نرسم الفانكشن اللي طلعنا فيه احنا. طيب for r less than zero always zero، اذا بضلوا هاد صفر مزبوط مزبوط. طيب بين الصفر والواحد صار جامب عندي، قديش قيمة الجامب؟ هو 8 على 27 بضلوا 8 على 27 لأقل من واحد، وبضلوا هنا صفر لأقل من الصفر. بحط دائرة هون إنه discontinuous، أوكي discontinuous from the left right. طيب هلا نفس الشيء، إذا قديش قيمة الجامب اللي صارت هون؟ 8 على 27. قديش قيمة الفانكشن؟ 8 على 27. طيب هناخذ انتيفل 1 ل 2، الواحد لاثنين صارت 20 على 27. كديش قيمة الجمب هاي اللي صارت؟ مين اللي حدث لي اياها؟ اللي هي قيمة الواحد 12 على 27. اذا الجمب هاي 12 على 27. تعالوا نشوف الانترفل من 2 ل 3. من 2 ل 3. من 2 ل 3 قيمته 26 على 27، إذا عمل جمب كمان. بضل عندي الثلاث. discontinuous، يعني هون من الشمال الفاليو مختلف عن اليمين. هون كم؟ 20 26 على 27. والأخيرة إنه R greater than or equal 3 بتصير عندي 1 for infinity. 1 for infinity. طبعا قيمة الجمب برضه هون اللي هي خلينا نكتبهم different color. الجمب هون اللي هي 1 على 27. هذا هو السي دي اف اللي هو اف ار اوف ار، اف ار كابيتال اوف ار سمول. هذا هو السي دي اف. مثلا واحد اجى قال لك اعطاك الرسمه هذا وقال لك انه وجد لي اف اوف من الرسمه اف اوف 1.5، عطوا وتجي تقول وين 1.5 هون وتساوي 20 على 27. اف ار اوف ماينس 1 من الرسمه بقدر اقول له صفر، ما بدي اروح اوجدها واعوضها. اف ار اوف 2.3 هون اللي هي 26 على 27. اذا بقدر اوجد انا من السي دي اف كل شيء بدي اياه. تمام، بقدر اوجد كل شيء بدي اياه. طيب هذا بالنسبة للبي دي اف والسي دي اف. طيب هلا هذا وصلنا مطلوب 15، ان شاء الله انه واضح. نكمل مطلوب 16 حتى اخر خاصية ندرسها. بتقول انه find probability of r less than 2 greater than 1 for example. ممتاز، كيف ممكن انا احصلها هذه؟ لو طلعت على السي دي اف، هي السي دي اف امامي، كيف ممكن احصل قيمه الاحتمال بين r less than or equal 2 واكبر من 1؟ هون وهون. تمام؟ تعالوا نشوف كيف ممكن احصلها. طبعا انا بدي احاول اكتبها in terms of the CDF. هذه مش CDF، هذه probability، مش هذه probability value، probability wise. كيف ممكن انا استخدمها باستخدام CDF؟ لو طلعت على خط الاعداد عندي انا 0 1 2 3 مضبوط. كيف ممكن اكتب هذه probability in terms of CDF؟ CDF معرف هيك، قلنا f r of r of r يساوي probability of r capital less than or equal r small. كيف ممكن استخدم هذه للتعبير عن هذه؟ ببساطة واحد بيقول لي دكتور هي عبارة عن 2 من هون لهون ناقص 1 مزبوط؟ الاحتمال اللي بدي اياه اللي هو اللي بالاحمر هذا هو عبارة عن هذا اللي هو ايش هذا بسميه f r of
2 okay ناقص اف ار اوف 1. اذا بقدر اكتبه كالتالي: probability of r less than 2 ناقص probability of r less than 1. طب شو رايكم، احط equal عند ال r equal less than 1 ولا ما احط؟ ركزوا لي فيها هون، نحط هيك ولا ما نحط؟ حتى او حتى تعبر لي عن الاولى. r اكبر من 1 هون، اكبر من 1 احط ولا ما احط؟ بده r اكبر من 1، اذا لازم اطرح r less than or equal 1، مظبوط ولا لا؟ اذا بده هو r اكبر من 1، اذا لازم انا اطرح r less than or equal 1، اذا لازم احط. تمام، هذا باستخدام ال CDF بقدر اعبر عن هيك: if r of 2 ناقص if r of 1 وتساوي، برجع على السي دي اف اما من الرسمة او من الفالوز. اف ار اوف 2 وين هي اف ار اوف 2؟ هاي اف ار اوف 2. طب اف ار اوف 1 وين هي؟ هاي اذا 26 ناقص 27، 26 ناقص 20 على 27، 26 على 20 27 ناقص 20 على 27 ويساوي 6 على 27. تمام، ناخذ كمان اكزامبل حتى نوضحها. دكتور بنحطها هي هيك صح حكيت عنها ولا لا؟ بنحط هاي، حطينا less than or equal. ليش؟ لانه هو بقول لي اكبر من واحد، اذا بطرح منها less than or equal 1، هو بقول لي greater than 1، اذا I have to subtract less than or equal. I have to subtract less than or equal 1. بس لو حاط لي هنا equal تنعكس، بتصير العكس. بناخذ اكزامبل، هي ناخذ اكزامبل. إذا in general the property أخرى لـ CDF property اللي موجودة عندكم بالnotes، إنه probability of X capital less than X2 greater than X1، نظبطها less than X1، طلع هون عندي يساوي، هناك ما عندي يساوي، تساوي F x of x2 ناقص f x of x1. مش دائما، هلا بنرد ناخذ كمان اكزامبل، بس هذا خلينا نحطه ببالنا. ناخذ اكزامبل اخر 17 مثلا، 17 find probability of r okay probability of r equal 1، probability of r equal 1 كيف ممكن اعبر عنها باستخدام السي دي اف؟ بدي انا القيمه هاي، افرض انه ما عندي انا البي ام اف، ما عندي البي ام اف، عندي السي دي اف اللي تحت، كيف ممكن اوجد probability of r equal 1؟ شو تساوي هي probability of r equal 1؟ هي قيمة الجمب، مظبوط، هذا الجمب هي قيمة الجمب. إذا أنا عندي discontinuities لازم أطرح هاي القيمة من هاي القيمة، مظبوط. كيف ممكن أعبر عنها؟ إذا probability of r equal 1 هي تساوي f r الواحد ناقص f r الواحد من الشمال، اللي هي تساوي probability of r less than or equal 1 ناقص probability of r less than 1 وتساوي، وتساوي 20 على 27 ناقص هاي، هذه 20 على 27 ناقص 8 على 27، قيمة الجمع 8 على 27 ويساوي 12 على 27. إذا إذا أنت بدك ترجع باك من ال CDF لل BMF لازم تطرح عند ال discontinuities حتى تحصل عليهم. إذا هنا 20 ناقص 8 تطلع عندي الأصلية اللي هي probability of r equal 1. إذا هذه كمان خاصية ممكن نحطها، إنه b probability of x equal x small هي f x capital x small ناقص f x capital
اكس سمول من الشمال. هاي كمان خاصية ل السي دي اف حتى تحصل على البي دي اف، منها بنحصل على البي دي اف. هات ناخذ كمان اكزامبل 18 probability of r less than 3 greater than or equal 1. لاحظوا العلاقة هاي نفس هاي بس حطينا الايكوال عند ال1 مثلا، شو تساوي هاي؟ طبعا ارسم خط الاعداد اذا بتحب تطلع اكثر. هاي 1 3 2. انا بدي بين 1 و 3، بين 1 و 3 لاحظ انه less than or equal 3، الثلاثة n بس الواحد مش n لانه اكبر او الواحد n. اذا الثلاث n والواحد n في البروبيتي، الثلاث n والواحد n. كيف بقدر اعبر عنها هاي؟ بقدر اعبر عنها اللي هي probability of r less than or equal 3 ناقص probability of r less than ايش؟ واحد. واضحة؟ هي واضحة كثير لانه هون الثلاثة والواحد they are n، اذا هون لازم استثنيها الواحد، لازم استثنيها. إذا اللي تحت هنا n بستثنيها، إذا out بعملها n. وهذا يساوي fr of 3 ناقص fr of 1 من الشمال. طب fr of 3 كم؟ قيمتها 1. طب الواحد من الشمال 8 على 27، هاي الواحد من الشمال 8 على 27. إذا 1 ناقص 8 على 27 ويساوي 19 على 27. بيعطيكم قاعدة ذهبية إنه دائما نأخذ هذا، دائما هذه نفسها، هذه عكسها، هذه نفس سري، هذه لا خربشناها، هذه قريبة نفسها، البعيدة عكسها، القريبة نفسها، البعيدة عكسها. كمان واحدة probability of okay 0 or less than 2. إذا هي if r نفسها أو نكتبها probability wise probability of r less than 2، لاحظ إنه نفسها أخذت الإشارة نفسها، ناقص probability هذيك عكسها r less than، عكسها شو عكس اللي يساوي؟ بدون يساوي، ويساوي if r 2 minus ناقص if r 0 minus. تعالوا نشوفهم شو هم، r 2 minus 0 minus هاي 2 minus اللي هي 20 على 27 وهي 0، إذن هي 20 ناقص 0 تساوي 20 على 27. كمان example probability of r less than 3 وهون 1، هاي كيف بكتبها؟ القريبة نفسها r less than 3 والبعيدة عكسها r less than or equal 1. طيب لو أخذنا كمان probability of r less than or equal 3.5 وهي 2، القريبة نفسها less than 3.5 البعيدة عكسها r less than or equal 2، ويساوي هذه قيمتها 1، هذه ناقص 20 26 على 27 تساوي 1 على 27. هذا بالنسبة ل how you can evaluate the probability between two values. تمام، إن شاء الله واضحة. حد عنده استفسار؟